أثناء عمليات إصلاح في العربة حدث اكتشاف مذهل. قرر مالك سيارة قديمة من طراز هارفستر سكوت أن يقوم بعمل إصلاحات لسيارته، وبما أن السيارة قديمة فهي تحتاج إلى إصلاحات داخلية وخارجية، ولكن مختص التصليح لم يتخيل أبدا أنه سيجد شيئا غريبا أسفل القشرة الخارجية للعربة. عام 2014 قرر رجل من تكساس أن يقوم بإصلاح عربته القديمة، ولإعادة إصلاحها قرر نقلها من هيوستن إلى جاكسونفيل. وأثناء عملية الإصلاح قام الميكانيكي بفك أجزاء العربية، وبينما تتم عملية الإصلاح سمعوا أصوات غريبة تحت الجزء الخلفي الأيسر، وقاموا بحذر بقطع الجزء الأيسر من السيارة ليفاجأوا بقفير من النحل. وبحلول ذلك الوقت كان النحل قد أعد بالفعل لترات متعددة من العسل. بالمناسبة، هل تحب العسل؟ اضغط على أعجاب لو كنت تحب العسل. ولكن كيف تمكن النحل من الدخول إلى هذا المكان بالأساس؟ تبين أن كل شيء تم ببساطة، فقد دخلوا إلى السيارة عن طريق ثقب صدئ في السيارة، وقام الميكانيكي على الفور بالاتصال بشخص مختص في التعامل مع النحل، والذي قام بنقل القفير إلى مكان آخر آمن ومخصص. وطبقا للمختص فإن النحل ظل في هذا المكان أكثر من 6 أشهر. هذه ليست القصة الوحيدة المذهلة التي تتضمن نحلا في صفحاتها. فعام 2016 مواطنة بولاية ويلز تسمى كارول هاورث ذهبت بسيارتها إلى الخلاء للاستمتاع بالطبيعة، وبينما كانت تفعل ذلك دخلت ملكة نحل إلى كابينة سيارتها، وبالطبع لم تتمكن من الخروج، وقامت كارول بالعودة إلى السيارة وقادتها إلى المنزل. هنا نجد أن باقي نحل القفير والذي يصل إلى 25,000 نحلة بدأوا في تعقب سيارتها، وبينما توقفت أمام منزلها تفاجأت أن السيارة مغطاة بالنحل والذي يحاول إنقاذ ملكتهم. جاء مختصي تعامل مع النحل وقاموا بتغطية السيارة بصناديق الكرتون، حيث انجذب النحل إلى رائحة الحلوى داخل الصناديق، وتم نقل النحل إلى قفير آخر بأمان. في الصباح التالي كانت الفتاة ما زالت في حالة صدمة، وعندما ذهبت إلى سيارتها تفاجأت أن السيارة مغطاة مرة أخرى بالنحل، فقد تبين أن النحل العنيد قرر مجددا أن يقوم بمحاولة إنقاذ ملكته ليلا. وهنا خمن المختصين أنه على الأرجح ملكتهم داخل السيارة، وهو ما يفسر هذا السلوك الغريب للنحل. وقام المختص بمسح السيارة وعثر على النحلة في النافذة الخلفية للسيارة، وتم إطلاق سراحها وعاد القفير بأكمله إلى الأمان. أخبرنا ما الذي ستفعله لو عثرت على قفير نحل في سيارتك، اكتب لنا إجابتك في التعليقات. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.